وحكايته. وهذا مكان خطير تقريبا كبير. بس شوفوا معي التحصينات قديش، يعني الحصن عبارة 6 كيلو باتجاه الجنوب، فهذه هي ديار يهود بني النضير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة كان فيها اليهود طبعا من قبل الرسول، فكتب بينهم اتفاق أو صحيفة. هذه الحلقة هل تؤيد انتصارات الدولة الإسلامية في العراق وسوريا؟ صوت على صفحة الاتجاه المعاكس أكثر من 54 ألفا، 81.6 نعم، 18.4 لا.